انا قلت اصبر لحد ما الناس ما خلاص تبطل تبحث على المباراه او تبحث على ملخص المباراه او هتف المباراه، عشان خاطر الفيديو بتاعي لو بيتشاف فناس كتير قوي هتقعد تشتم، لان بسم الله ما شاء الله اولاد الكيان بقوا كتير قوي، والناس اللي فاهمه ان انت بتقطع في النادي وعايز توقع الفرقه وعايز تدمر اللي بيتبني كتير جدا، فالناس دي مش هتتقبل خالص فكره ان موسيماني جاي يبيع لهم الوهم وجاي يبيع البطيخ بعد المباراه. لما تقعد تتكلم معايا بعد المباراه انه والله جمهور سان داونز كان بيسبك بامك والناس دي عايزه مني ايه، انا مالك يا اهلاوي؟ لما تقعد تتكلم معايا وتقول انا كنت مستني ان انا اسجل من ركنيه وما كنتش متوقع خالص ان انا اسجل من ركنيات فمرمايه، لو انت بتشغلني انت بتسجل من امتى بتسجل ضربات ركنيه؟ وبعدين بس افكار فنيه، هنتكلم على افكار فنيه بقى. لو عايز تلعب 4 3 2 1 ما ينفعش خالص احمد عبد القادر افضل لاعب في الاهلي الفتره الاخيره يقعد دكه لاي حد، وبالذات لو مدي قفشه هتلعبه طرف، دي جريمه فنيه. ده لو احنا جايين نتكلم معاك فنيات، ولو ان الكلام معاك فنيات صعب جدا لان انت شغال على فكره واحده بس، الماتشات اللي بتلعبها بره بتروح تامن تامين دفاعي عالي جدا جدا جدا، يا تسرق المباراه يا تطلع تتغلب وشكلك وحش. النهارده ما سرقتش مباراه فاتغلبت وشكلك وحش. ماتش الهلال السوداني كنت جاي خايف من الخصم وشكلك برضه كان وحش. افكارك كلها بره ملعبك انت جاي بتحط الفرقه قدام الجون وتلعب على المرتدات. جبت واحده يبقى انت مدير فني عالمي وعندك شغل تكتيكي عظمه. ما جبتش واتغلبت يبقى انت فرقه مالطه مش شايف جوه الملعب. ليه؟ لان هو ده الاهلي. الاهلي الفتره الاخيره بتسمع نتائجه ما تشوفوش. ما تشوفش الاهلي وما تشوفش الاهلي بيقدم ايه. شوف النتائج بتاع الاهلي. الاهلي بيكسب يبقى موسيماني عالمي ومدير فني عالمي وقفشه بيقدم اداء عالمي وبيرسي تاو عالمي، مع انه من ساعه ما رجع من الاصابه مش شايف قدامه، ومحمد شريف احسن مهاجم في مصر وخط نص الاهلي افضل خط نص في مصر اليو ده ابننا الدبابه، وعمرو السوليه تنين وحمدي فتحي ديناصور، وخط الدفاع بتاعنا بسم الله ما شاء الله محمد عبد المنعم اسطوري، وجنبه لحيد مميز جدا زي ياسر ابراهيم، اللي هو لو عايز تدي خبرات لمحمد عبد المنعم حط جنبه ايمن اشرف، انما ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم مين هيسند مين؟ عايزين نفهم بس مين هيسند مين؟ لا ياسر هيسند عبد المنعم ولا عبد المنعم هيسند ياسر. عبد المنعم اللي كان سنده في منتخب مصر كان حجازي، وكان في غياب حجازي كان في مساك قادر ان هو يشيله في المنتخب الوطني، لان احنا كنا بنشوف حجازي غايب بيلعب مكانه هو الونش، حجازي موجود بيلعب هو حجازي، في حد دايما بيشيل عبد المنعم، انما مين هيشيل عبد المنعم في الاهلي؟ مفيش. وغير ان انت معاك مدير فني جبان بره اللي هو عبد المنعم خد انذار، يلا غيره بسرعه، غيره بسرعه، الاحسن يطرد، يلا غير بسرعه. ايه في ايه؟ وبعدين لما تيجي تغير لكريم فؤاد، تيجي مغيره بطار محمد طاهر باك يمين، انت بتنيل ايه؟ وفي الاخر جاي تبيع لي وتقول لي اصل انا اتغلبنا علشان خاطر الجمهور كان بيشتمني بامي. يا عم ما تشتغلنيش. انت مالط وانا عارف انك مالط وعارف ان هي ماشيه معاك بنور الله. بس لما بطلع اقول الكلام ده الناس بتزعل وتقول لك لا ده الراجل عامل شغل تكتيكي عالمي، ادوا الراجل حقه، ادوا 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 يا جماعه، انتوا بتدوا للناس حجم اكبر من حجمها بكتير لدرجه خلت الناس كلها شايفه ان مجدي قفشه افضل لاعب في مصر اخر ثلاث سنين، ومجدي قفشه لسه عايش على جون القاضيه ولسه عايش على الاهداف اللي بيجيبها جوه الملعب، لان لو ما جابش اهداف هيبقى حاجه زي يوسف اوباما. هو زيه زي اوباما بالظبط في حاجه حتى بالتسجيل، مش شايف قدامه، مش بيقدم كوره كويسه، ولا هو صنع العاب كويس، ولا هو طرف كويس، بس هو لعيب لو جاب جون يبقى الله على العظمه اللي بيقدمها قفشه، لو ما جابش جون يبقى ياه يا قفشه انت فين يا راجل، مش شايفينك بقالك كتير. وبعدين التغييرات بتاعتك بقى، التغييرات بتاعتك حسام حسن مكان اليو جاني، حسام حسن اللي انت الفتره الاخيره قاتله حرفيا، عايز حسام يجي ينزل يشيلك من على الدكه في اخر ربع ساعه والفرقه مش عارفه تطلع لخط النص. طاهر محمد احمد عبد القادر مكان بيرستاو، ايمن اشرف مكان محمد عبد المنعم. يعني كل تغييراتك بسم الله ما شاء الله شبحك، كل تغييراتك كلها عك في عك، وفي الاخر معروفه يا باشا حاجه كده كده موجوده، احنا كنا بنصعد البطولتين اللي فاتوا واحنا تاني، مفيش اي مشكله، بنقدم اداء سيء يبقى العيب في الارضيه والعيب في الجو، مع ان انت بتلعب في ارضيه انضف بكتير قوي من ملاعب في مصر، ملاعب في جنوب افريقيا حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، فلما تقعد تتكلم معايا ان انت كان عندك مشكله في ارضيه وعندك مشكله في جمهور فلا مؤاخذه يعني ما كل افريقيا ان شاء الله شغاله كده، ولا انت الحاجات دي بس بتظهر لما احنا بنتغلب؟ افكار موسيماني الفنيه لو قعدت تدور عليها هتلاقي ان هي قليله جدا 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 جدا، بس لو قعدت تدور على التوفيق اللي عند الراجل ده من ساعه ما جه الاهلي هتقعد تدي له ريسبكت على المسيره اللي عاملها مع الاهلي. بس هو موسيماني زي ما كنا بنتكلم عليه في البدايه، لو الفرقه خسرت هتقطع في موسيماني غصب عنك، لان الفرقه ما بتقدمش ب 2 جنيه افكار فنيه، لو الفرقه كسبت هتقول والله عاش موسيماني. فزي ما الناس ما بتحب التطبيل لموسيماني والفرقه بتكسب تتقبل انتقاد موسيماني والفرقه بتخسر.
مباراة سيئة جدا، مباراة للنسيان، بس بصراحة فوز المريخ على الهلال ساعدك كتير، لأن المريخ لو كان خسر من الهلال كان الموضوع ممكن يتصعب ويترخم عليك. ونتمنى إن مباراة المريخ تتلعب في السودان، تتلعب في مصر آسف، ما تلعبش في السودان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو وشايف إن أنت ابن الكيان أكتر مني فدي حريتك واعمل فيها اللي أنت عايزه.